مجموعة مهتمة بالتمثيل ومجموعة مهتمة بالتنظيم. راح يكون البرفورمانس كتير بسيط ومش إشي يعني يتفرجوا عليه هم قاعدين. هلا راح أشرح لكم شو راح نسوي، بس نوزع الفريق. هاي الورشة المفروض تكون جدا مثمرة مع دكتور حاتم مسعود. أنت جئت إلى هذه الأرض وإلى هذه الحياة لديك بصمة برنت آي برنت، وعندك هاي. فيش حدا قبلك بملايين السنين ولا بعدك عنده هاي البصمة. في طريقة التواصل مع كل فريق داخل المهرجان. على شوي شهير زفير. يعني انت بدك تطلع عليها تتذكري شو بتسوي، لحالك تاخذ رياكشن قبل ما تشتغل شوي. واحد اثنين واحد ثلاث بريك. رئيس الكومية للسلام العالمي. ابني ولا الليل؟ الليل يا ابن الليل. طب عليك يا ابني اشوف زوجي. بستغلها. لا لا لسه قدام شوي. لسه قدام. اولادك نايمين قلت لي ها؟ سو ثانك يو اليوم على هالجرأة، على هاي القوة اللي جوانا، على هاي الرغبة اللي جوانا. انه احنا بنعملها، وهي اول خطوه نفكر خارج الصندوق.